إناء جدة، الجوي، الساعة 5:30 من يوم الأربعاء 26 من صفر. جماهير المواطنين تحتشد في المطار وفي الشوارع المؤدية إليه، تريد أن تكون في وداع صاحب الجلالة الفيصل المعظم عند مغادرته أرض البلاد برعاية الله، متوجها إلى إسبانيا في زيارته الرسمية التاريخية. في الساعة 6 وصل موكب صاحب الجلالة، فاستقبل بعاصفة مدوية من التصفيق من الجماهير المحتشدة، وأقبل كبار المودعين يحيون صاحب الجلالة الملك المعظم. كان على رأس المودعين أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار رجالات الدولة وضباط الجيش والحرس الوطني. وفي صالة الانتظار الرسمية بالمطار تقبل جلالة الفيصل تحيات رجال السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، كما تقبل جلالته تحيات أبناء الجاليتين الإسبانية والأمريكية الذين تمنوا لجلالته طيب الإقامة في ربوع بلادهم، وعبروا لجلالته عما يشعرون به من الاعتزاز بالزيارة الملكية الكريمة. وبعد أن تقبل جلالته تحيات مودعيه، توجه إلى ساحة المطار بين الحشود التي أحاطت بجلالته، مودعة ومتمنية لرائد السلام رحلة موفقة. بينما كانت طائرات من سلاح الجو الملكي السعودي تحلق في سماء جدة مشاركة في مراسم الوداع استعداداً لمرافقة جلالته عبر الأجواء السعودية. بسلامة الله ورعايته، وصلت الطائرة المقلة لجلالة الفيصل إلى العاصمة الإسبانية. وكان على رأس مستقبلي جلالته فخامة الرئيس الإسباني فرانسيسكو فرانكو وكبار رجال الدولة في إسبانيا وسفير جلالته في مدريد سعادة الشيخ فيصل الحجيلان. وبينما كان العاهلان يتبادلان التحية،
كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيباً بجلالته. ثم حيا الرئيس الإسباني الوفد المرافق لصاحب الجلالة، والذي كان مؤلفاً من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران، ومعالي الدكتور رشاد فرعون المستشار الخاص لجلالته، وأصحاب السعادة الشيخ محمد النويصر رئيس المكتب الخاص، والسيد أحمد عبد الوهاب رئيس التشريفات الملكية، والدكتور رفعت السيد علي الطبيب الخاص لجلالته، والفريق مرزوق التركي رئيس الحرس الملكي، واللواء عثمان الحميد رئيس مكتب سمو وزير الدفاع والطيران، والأستاذ عبد العزيز الماجد وكيل التشريفات الملكية. قدم الرئيس الإسباني كبار رجال الدولة الإسبانية للضيف العظيم، فتشرفوا بتحية جلالته، بينما كانت جماهير من الشعب الإسباني محتشدة في شرفات المطار الذي ارتدى حلة من الزينات ورفرفت في جنباته أعلام المملكة العربية السعودية. ثم عزفت الموسيقى السلام الملكي العربي السعودي والسلام الوطني الإسباني، وأدى ثلة من حرس الشرف التحية لجلالته، ثم تفضل جلالته باستعراض حرس الشرف، وبعدها تقبل جلالته تحيات أعضاء سفارة جلالته في مدريد. السيارة وبرفقته فخامة الرئيس الإسباني في الطريق إلى قصر الضيافة عبر شوارع العاصمة الإسبانية التي كانت مزدحمة بالجماهير المصطفة على جوانب الطرق لتحيي الفيصل العظيم. وفي ميدان الماركيز ديرو في مدريد توقف الركب الملكي، حيث كان عمدة المدينة قد قام احتفالا ترحيبيا بجلالته اشتركت فيه ثلة من حرس الشرف وفرقته الموسيقية وكبار رجالات المدينة وحشود من أبناء الشعب الإسباني. قدم عمدة مدريد لجلالة الضيف العظيم مفتاح المدينة وألقى كلمة رحب فيها بجلالته متمنيا له إقامة طيبة في الربوع الإسباني. استأنف الموكب الملكي سيره عبر شوارع مدريد تحف به مفرزة من الفرسان بملابسهم التقليدية، وقد غصت الأرصفة والشرفات بجموع من الشعب الإسباني سعدت برؤية رجل السلام الذي طالما تسامعت بجهوده الموفقة الرامية إلى خير البشر أجمعين.
تفضل جلالته بزيارة الرئيس الإسباني في قصر الباردو، حيث تبادل مع فخامته الأحاديث الودية. ثم أهدى فخامة الرئيس فرانكو لجلالة الفيصل أرفع الأوسمة الإسبانية، معبرا عما يخالج نفس فخامته وأبناء الشعب الإسباني من كريم العواطف نحو جلالته ونحو شعب المملكة العربية السعودية. فرد جلالته مؤكدا صدق عواطفه الصادقة التي تربط بينه وبين الشعب الإسباني. ثم أهدى الرئيس الإسباني لسمو الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران وساما إسبانيا رفيعا. كما أهدى وسمة أخرى للوفد المرافق لجلالة الفيصل. وبعد انتهاء الزيارة الملكية للرئيس الإسباني، تفضل جلالته بمصافحة كبار رجال الدولة والقوات المسلحة في إسبانيا، ثم غادر قصر الباردو برعاية الله متوجها إلى القصر المخصص لضيافة جلالته. في مساء اليوم نفسه أقام فخامة الرئيس فرانكو حفل عشاء كبير على شرف جلالة الفيصل، حضره كبار رجالات الدولة والقوات المسلحة ورجال السلك الدبلوماسي في مدريد. تبادل جلالة الفيصل وفخامة الرئيس فرانكو خطابين هامين نشرتهما الصحف الإسبانية في صدر صفحاتها الأولى، وتحدث فيها العاهلان العربي والإسباني عن الروابط القوية التي تصل ما بين الشعبين، وعن الأثر العميق الذي أحدثته الحضارة الإسلامية في واقع إسبانيا القديم والحديث. ثم توجه جلالة الفيصل وفخامة الرئيس فرانكو إلى قاعة العشاء، وبهذا اختتم جلالته اليوم الأول من أيام زيارته الكريمة لإسبانيا. كان الخميس 27 من صفر هو اليوم الثاني من أيام زيارة جلالة الفيصل لإسبانيا. في الصباح غادر جلالته قصر الضيافة ليتوجه لزيارة مصانع السيارات في مدريد. وقبل أن يستقل جلالته السيارة
تفضل بقبول الهدية التي قدمها لجلالته الدكتور رودريفو، وهو صقر عربي من أجود أنواع الصقور. أراده صاحبه أن يكون وسيلة للتعبير عن ابتهاجه بالزيارة الملكية التاريخية. ثم استقل جلالتها السيارة متوجهاً إلى مصانع رامبروس للسيارات. كان في شرف استقبال جلالته عند مدخل المصنع مديره العام وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من رجال الأعمال الإسبانيين. وبعد أن تفقد جلالته نماذج من إنتاج المصنع في قاعة العرض، استقل سيارة خاصة ضافت به أرجاء المصنع ليشهد جلالته والوفد المرافق له طريقة إنتاج السيارات والتراكتورات التي تنتجها هذه المصانع الكبيرة والمراحل التي تمر بها قبل أن تصبح جاهزة للاستعمال. وفي نهاية الجولة الواسعة التي قام بها جلالته في مصانع رامبروس للسيارات، تفضل بكتابة كلمة في سجل الزيارات أعرب فيها عن سروره بما رأى، وأشاد بالدور الذي تمثله الصناعة في ترسيخ دعائم الاقتصاد. ثم قدم المدير العام للمصنع لجلالته هدية تذكارية لهذه المناسبة الكريمة، وهي مسدس مذهب، فتقبلها شاكرا. سعداء بهذه الزيارة. نحن مشكورين من الأشياء مثل هذه. كانت البرد في ال اس كي سي تي موي كومبلاتيف بور بور كومباني بور كانت في الشغل هذه من اسس الاقتصاد ثم غادر جلالته مبنى المصنع مودعا من قبل ادارته بالتكريم والشكر، واستقل السياره عائدا بحفظ الله الى قصر الضيافه. وفي القصر تناول جلالته غداء خاصا. في عصر اليوم الثاني لزيارة الملكية التاريخية، غادر جلالة الفيصل قصر الضيافة في موكب رسمي لزيارة معرض الصناعات الإسبانية. اخترق موكب جلالته شوارع مدريد بين حشود المواطنين الإسبانيين المصطفى على الجانبين لتحية جلالته والإعراب عن ابتهاجها بهذا اللقاء التاريخي. كان في شرف استقبال جلالته على مدخل معرض الصناعات وزير التنمية الإسباني ومدير مؤسسة التصنيع الوطنية
وكبار المسؤولين الاقتصاديين الإسبان. ألقى مدير معرض الصناعات الإسبانية بين يدي جلالة الفيصل كلمة ترحيبية تمنى فيها أن يحوز المعرض شرف رضا جلالة الزائر العظيم، وشرح المنجزات التي حققتها مؤسسة التصنيع الوطنية خلال السنوات الـ20 التي انقضت على تأسيسها. وفي ختام الكلمة قدم المدير الإسباني لجلالة الفيصل نموذجا من إنتاج معامل مدينة طليطلة، وهو سيف ثمين يشبه السيوف التاريخية الإسبانية. تقبل جلالة الفيصل الهدية شاكرا لمدير المؤسسة هذه اللفتة، وجدد جلالته إشادته بالدور الذي تلعبه الصناعة في حياة الشعوب، لا سيما تلك التي تعتمد على الله وعلى نفسها في بناء نهضتها. بعد هذه الكلمة بدأ جلالته بزيارة لأجزاء معرض الصناعة الإسبانية الذي يحوي نماذج وصورا ومخططات لمختلف أنواع الصناعة الوطنية، والتي تمثل المدى الذي قطعته إسبانيا على طريق التصنيع والبناء. وكان جلالته يبدي اهتمامه بمختلف المعروضات ويعنى بالسؤال عن التفاصيل المتعلقة بكل ما يراه. غادر جلالته معرض الصناعات الإسبانية عائدا بأمان الله إلى قصر الضيافة بين الجماهير الإسبانية المحتشدة عند مدخل المعرض وعلى جوانب الطرق. زيارة الملكية الكريمة لإسبانيا، استقبل جلالة الفيصل رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في العاصمة الإسبانية الذين قدموا إلى قصر الضيافة للتشرف بتحية جلالته والترحيب به. جلالته يستقبلهم بلطفه وإناسه المعهودين، ويتبادل وإياهم الأحاديث الودية.
وكان آخر ما قام به جلالته في مساء يوم الخميس هو حفلة العشاء الكبرى التي أقامها جلالته على شرف فخامة الرئيس فرانكو رئيس الدولة الإسبانية. دعي إلى هذه الحفلة كبار رجالات الدولة ورجال السلك الدبلوماسي في إسبانيا، فكان في استقبالهم مستشار جلالته وسفير جلالته في إسبانيا. شرف جلالته مكان الحفل، وفي نفس الوقت وصل موكب الرئيس الإسباني فاستقبله جلالة الملك فيصل أجمل استقبال. تبادل فيها العاهلان الأحاديث الودية. قدم جلالة الفيصل لضيفه الكبير هدية تذكارية ثمينة، وهي عبارة عن سيف عربي مذهب يمثل صناعة السيوف العربية الشهيرة أصدق تمثيل. فتلقى الرئيس الإسباني الهدية الملكية الكريمة بالشكر والامتنان. إلى قاعة المأدبة التي أقامها جلالته تكريما للرئيس الإسباني الكبير. اليوم الثالث من أيام زيارة جلالة الفيصل التاريخية لإسبانيا. في ضحى اليوم استقبل جلالته في قصر الضيافة بمدريد سعادة الكابتن جنرال نونيوس أوغاسكين نائب رئيس الدولة الإسبانية. وفي مساء اليوم نفسه شرف جلالة الفيصل حفل الاستقبال الكبير الذي أقامته سفارة جلالته في مدريد. وقد حضر الحفل كبار رجالات الدولة والقوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي في إسبانيا. كان الحفل مناسبة طيبة تشرف فيها بلقاء جلالته رجالات إسبانيا وأعضاء السلك الدبلوماسي فيها، كما حضرها عدد من أهل الفكر تلطف جلالته بتبادل مختلف الأحاديث معهم. تشرف المدعوون للحفل بالسلام على جلالته في جو من الإناس والود اللذين ميزا حفل هذا اللقاء.
حسبت رابع أيام الزيارة الملكية التاريخية لإسبانيا. زار مقر جلالته في قصر الضيافة بمدريد فخامة الرئيس فرانسيسكو فرانكو ليكون في وداع جلالته لدى مغادرته العاصمة الإسبانية. غادر العائلان قصر الضيافة بالمراسم الرسمية، وبعد أن أدى حرس الشرف وموسيقى التحية توجه موكب جلالته يرافقه الرئيس الإسباني إلى مطار مدريد، حيث يستأنف جلالته جولته في بعض المناطق الإسبانية. اجتاز موكب جلالته شوارع مدريد التي كانت قد ازدانت بالأعلام السعودية والإسبانية منذ مقدم جلالته. وعند وصول الموكب إلى المطار ترجل العاهلان من السيارة، وتقبل الفيصل تحيات وتمنيات مودعيه من كبار رجالات الدولة والقوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السفارة العربية السعودية في إسبانيا، كما تلقى جلالته تحيات أبنائه من الطلبة السعوديين الذين يتلقون تدريباتهم في إسبانيا. تقبل جلالته لتحيات مودعيه أدت الفرقة الموسيقية السلام الملكي العربي السعودي والسلام الوطني الإسباني. ثم تفضل جلالته باستعراض حرس الشرف الذي اصطف للمشاركة في مراسم وداع جلالته عند مغادرته العاصمة الإسبانية، بينما كانت جماهير من المواطنين الإسبانيين تحتشد في شرفات المطار لتكون في وداع العاهل العربي العظيم. عند انتهاء مراسم الوداع عانق الرئيس الإسباني جلالة الفيصل مودعا ومتمنيا لجلالته إقامة سعيدة في الأراضي الإسبانية وجولة موفقة في الأماكن التي رغب جلالته في زيارتها. ثم صافح جلالته مودعيه وصعد إلى الطائرة التي ستقله بسلامة الله ورعايته إلى ملاقا. بأمان الله وحفظه وصلت طائرة جلالة الفيصل والوفد المرافق له إلى المدينة الإسبانية الثانية التي حظيت بتشريف جلالته. كان في استقبال جلالته في المطار الكولونيل إيميليو أوكونور القائد الجوي للمنطقة وكبار رجالات المدينة، فتقبل جلالته تحياتهم. ثم عزفت موسيقى فرقة المشاة 17 السلام الملكي العربي السعودي والسلام الوطني الإسباني.
استعرض جلالته حرس الشرف المصطف لتحيته، وبعد أن صافح مستقبليه من كبار ضباط حمية المدينة توجه إلى مصيف توريميليوسيس الواقع بالقرب من ملاجا، حيث أقام رئيس بلدية المدينة حفلة تكريم على شرف جلالة الضيف العظيم. وقد انتهزت بلدية ملاجا هذه الفرصة السعيدة وقدمت لجلالته هدية تذكارية تقبلها شاكرا. ثم توجه جلالته والوفد المرافق له وكبار مضيفيه إلى المأدبة التي أقيمت على شرفه. مساء اليوم الرابع من أيام زيارة جلالة الفيصل لإسبانيا، وصلت طائرة جلالته إلى غرناطة في الساعة 5 مساء بتوقيت إسبانيا. كان في استقبال الملك كبار رجالات المدينة وقادة حمية غرناطة، وفي مقدمتهم عمدة المدينة التاريخية الشهيرة. بعد مراسم الاستقبال المعتادة توجه الموكب إلى قصر الحمراء، بينما كان المواطنون الإسبان يحرصون على رؤية الملك العربي المسلم وهو يزور المدينة التي صنعتها أمجاد عربية إسلامية سلفت فخلدتها وخلدت نفسها في الوقت ذاته كأحدى الفترات المجيدة في التاريخ الإنساني كله. قصر الحمراء مفخرة الأمجاد العربية الإسلامية في الأندلس، لحظات تاريخية لا تنسى تمثلها هذه الزيارة يقوم بها الداعية الإسلامي المخلص لإحدى معطيات المجد الإسلامي الغابر. إن المغزى العظيم للدعوة الكريمة التي أخذها جلالة الفيصل على نفسه يبدو لنا الآن مع كل خطوة خطاها جلالته عبر القصر الكبير الذي تحدى الزمن وتحدى العاديات، وظل كما هو بروعته وبهائه بعظمته وبنيانه تزين سقوفه وجدرانه معطيات الفن الإسلامي المبدع، ترصع أبهاءه آيات من كلمات الله المحكمات تحدث الدنيا عبر القرون والسنين بأن هذه الأحجار الباقية على الزمن قد شهدت إحدى الفترات الرائعة في تاريخ الإسلام، يوم كانت دولة الإسلام مزدهرة في الأندلس تعلي راية الله وراية رسوله وترفع اسم الله ودين الله وكلمة الله، تنشر حضارة الإسلام في ربوع من أوروبا
ما عرفت قبل الإسلام إلا الجهالة والظلامة والضياع، تنشئ جسراً من الأمجاد يصل بين الحضارات الإنسانية، يعيد لما غبر منها مجده، ويضع لما جاء بعدها أساس انطلاقه، ويشيع على الأرض النور والعدل والحكمة، ويقيم في أرض الأندلس والجنوب الأوروبي وفي الشمال الإفريقي إحدى روائع المعطيات الإسلامية الثرة التي ما أنزل الله على عباده دينه إلا ليفيء على الدنيا ظلال الخير والمحبة والهداية. إنها حقاً لحظات تاريخية تمثلها زيارة قائد زحوف الجهاد الإسلامي في هذا العصر جلالة الفيصل بن عبد العزيز لأحد معاقل الحضارة الإسلامية العظمى قبل بضعة قرون خلت من الزمن. ومن هذه النقطة على وجه التحديد انطلقت دعوة جلالة الفيصل لإصلاح أمور المسلمين ديناً ودنيا. نحن كما قال جلالة الفيصل قد ورثنا أمجاد حقبة طويلة من الزمن، حقبة كانت فيها راية الإسلام خفاقة عالية، وما كان هذا القصر العظيم بقسمات فنه المعجزة وروائع بنائه التي ليس لها مثيل إلا أحد معالم النهضة الإسلامية التي فاضت فأغنت الدنيا بخير ما فيها من مثل ومعطيات. ولقد مرت على الإسلام حقب أخرى أصابت ازدهاره ورخاءه وانتشاره، وما كانت عصور التأخر هذه إلا من صنع أيدي المسلمين أنفسهم. أجل نقولها ونصارح أنفسنا أن الفرقة والتناحر والنزاع والتضاحن والانصراف عن جوهر الدين إلى البدع المضللة، كل هذا أضاع الأندلس من أيدينا وعاد علينا وعلى أجيالنا التي تلت بالخسران والتقهقر. فإذا كنا نبغي استعادة الأمجاد وإعادة بناء الصرح الإسلامي العظيم، فإن علينا أن نعود إلى جوهر الإسلام وحقيقته. علينا أن نوحد صفوفنا ونلم شملنا ونوحد كلمتنا ونأخذ العبرة من الماضي كما نأخذها من الحاضر. في قلب مشرقنا العربي المسلم تقوم أندلس أخرى، وفي إحدى بقاعنا المطهرة قام رجس الصهيونية التي تصب كل ما لديها من حقد على الإسلام ليخلو لها الجو فتصنع ما تروم من الشر والتدمير والعدوان. ولكن آمال الصهيونية خابت، إذ أعلن الفيصل دعوة التضامن الإسلامي والتعاون الإسلامي والإخاء الإسلامي سداً منيعاً في وجه التخريب والمخربين، وصخرة عاتية تقف في طريق الضلال والمضللين، فتلم شعث المسلمين وتوحد كلمتهم وترص صفوفهم وتقف بهم على أعتاب مجد جديد يصنعونه بهدي من دينهم ووحي من بعض أمر الله إليهم، فيحفظون للإسلام ربوعه ويطهرون أرجاءه من رجس الغاصبين المعتدين، ويعيدون مجد الإسلام أروع مما كان وأبقى على مر الزمن وعلى مدى الأيام. كل فنانين الفن الهندسي العربي. Y hay una cosa que se dice, no sabemos. Thank you.
بعد تلك الجولة الواسعة في أرجاء القصر الخالد، جلس جلالة الفيصل ببساطة حلوة في جرفة القصر في إطلالة على غرناطة المجيدة، إحدى الدور الثمينة في تاريخ الإسلام السالم. ولقد أبى بعض زوار القصر من السياح إلا أن ينتهز فرصة هذه الزيارة الكريمة فيتشرفوا بالسلام على جلالة الملك الذي تناقلت الدنيا دوماً أنباء لطفه وإناسه، فبدلهم جلالته التحية وأضفى عليهم من كريم عطفه ما سوف يظل في نفوسهم ما عاشوا ذكرى لقائهم برجل الإسلام العظيم في العصر الحديث.
وبعد أن أنهى جلالته زيارة قصر الحمراء عاد برعاية الله إلى الفندق. جلالته عند مدخل الفندق فرقة من حرس الشرف بموسيقاها التي عزفت السلام الملكي العربي السعودي والسلام الوطني الإسباني. ثم توجه جلالته إلى حديقة السطح واغتنم السواح هذه الفرصة للفوز بالتقاط صور لجلالته في تلك الزيارة التاريخية. بعد استراحة قصيرة تفضل جلالته بحضور المأدبة التي أقامها عمدة مدينة غرناطة على شرف جلالته في فندق الحمرة بلس. يوم الأحد، اليوم الخامس من أيام زيارة جلالة الفيصل لإسبانيا. صباح تحرك موكب جلالته متوجها إلى مطار غرناطة، حيث يتوجه جلالته منه إلى قرطبة. وفي المطار صافح جلالته مودعيه واستقل الطائرة والوفد المرافق له متوجها إلى قرطبة. إن قرطبة هي الأخرى تحتل في نفس كل مسلم ما تمثله الأندلس وغرناطة، إنها كإحدى روائع ما خلد العرب المسلمين في الفردوس المفقود. كان أول ما زار جلالته من معالم قرطبة الخالدة المسجد الكبير
الذي أبدعت يد الصانع العربي المسلم بناءه ونقشه وتزويقه حتى بات إحدى خوالد المعالم الإسلامية في إسبانيا. بعد أن طاف جلالته في أرجاء المسجد الكبير حضر حفلا تكريميا أقيم لجلالته وأهدي فيه وساما. تحدث جلالته إلى الحاضرين عن الروابط التي تصل ما بين المسلمين والشعب الإسباني. بعد ذلك انتقل جلالته إلى القصر الكبير الذي يسمى به القذر، وهو من أروع ما خلفته الحضارة الإسلامية في الأندلس. جلالة الفيصل في أنحاء القصر الكبير وشهد بناءه المدهش الذي ما يزال مقصد السياح الآتين من أقصى بقاع الأرض ليروا الآثار العربية الإسلامية الخالدة. بعد أن غادر جلالته القصر ركب عربة تجرها الخيول في جولة يشهد فيها معالم قرطبة. وكان مرور جلالته في شوارع المدينة التاريخية يثير حماسة السياح الذين أموا قرطبة من كل مكان، فكانوا يقابلون جلالته بالتصفير.
وبين تحيات الذين كانوا في ذلك المكان من السياح وأهل المدينة، هبط جلالته من العربة وواصل جولته بين معالم ذكريات الماضي الإسلامي المجيد في قرطبة. وكان جلالته يرد تحيات السواح والزوار الذين أبوا إلا أن يعبروا عن حبهم وإعجابهم بالتصفيق لجلالته وبالحرص على التشرف بمصافحة القائد المسلم العظيم الذي طبقت شهرته الآفاق. زيارة جلالة الفيصل لمعالم قرطبة، شرف حفل التكريم الذي أقامه عمدة المدينة على شرف جلالته. وفي عصر اليوم نفسه غادر جلالته الفندق متوجها إلى مطار المدينة. وكان في وداع جلالته بالمطار عمدة المدينة وكبار رجالتها. وبعد أن تمت مراسم الوداع لوح جلالته بيده الكريمة لمودعيه قبل أن يمتطي الطائرة في الطريق إلى إشبيلية. مساء يوم الأحد اليوم الخامس من أيام الزيارة الملكية لإسبانيا، وصل جلالته برعاية الله إلى إشبيلية قادما من قرطبة عبر جولته في أرجاء أرض الأندلس. تقبل جلالته تحيات مستقبليه من كبار رجالات المدينة وأعيانها، وفي مقدمتهم العمدة وكبار أعوانه. ثم توجه جلالته في موكب رسمي تتقدمه الدراجات النارية، بينما اصطف أبناء إشبيلية على جنبات الطرق يشهدون المليك العربي العظيم ويعبرون له عن ترحيبه. وبعد أن حيا جلالته مستقبلي، قام بجولة على الأقدام في أنحاء المدينة التي بلغ فيها ازدهار الحضارة الإسلامية حداً يقرب من الأساطير. نعم إيه؟ Thank you.
الثاني عن في الفندق كان لقاء بين جلالة الفيصل والطلبة العرب الذين يدرسون في إشبيلية. لقد حرص الطلبة العرب الذين ينتمون إلى مختلع عربية على التشرف بتحية جلالته ومصافحته، فكان الفيصل يبادلهم التحية ويعنى بالسؤال عن أحوالهم منان إلى أمورهم، فكانت لفتة ملكية كريمة عبر عنها أحد الطلبة العرب بكلمة قوية ألقاها بين يدي جلالته وأعرب فيها عما يخالج نفوس العرب والمسلمين من آمال يعلقونها على جهاد جلالته في سبيل خير الإسلام والعروبة. فيصل على كلمة ممثل الطلاب بكلمة أوضح فيها ما ينتظر شباب العروبة والإسلام من مسؤوليات وما يقع على عواتقهم من مهام في سبيل تجسيد آمال الأمة العربية والإسلامية في واقع يعيد للإسلام والعروبة مجدهما التليد. وفي نهاية هذا اللقاء بين جلالة الملك وأبنائه الطلبة العرب في إشبيلية، توجه الملك المعظم لتفقد قصر الخيرالدة أحد معالم المجد الإسلامي الزاهر في إشبيلية. وإذا ذكرت روائع الفن الإسلامي في الأندلس، كان قصر الخيرالدة في مقدمة ما يذكر من تلك الروائع، فلقد زين القصر أبدع تزيين سقوفاً وجدراناً وحدائق، ونقشت الآيات القرآنية الكريمة في إبداع فني ساحر يستوقف النظر ويستلفت الانتباه.
كان جلالة الفيصل يتوقف طويلاً أمام كل ما يشهده في القصر الكبير من إعجاز الفن المعماري الإسلامي وما يدل عليه من ازدهار بلغ أوجه في عصور الإسلام الأندلسية. أحد أبهاء القصر انتهز المسؤول عنه فرصة هذه الزيارة الملكية التاريخية وأعرب لجلالة الملك عن المعنى الكريم الذي تمثله هذه الزيارة وقدم لجلالته هدية رمزية وهي مفتاح القصر المذهب. شكر جلالة الفيصل للرجل هديته وتحدث عن الاعتزاز الذي يشعر به المسلمون بآثار أجدادهم. وكان عمدة المدينة قد أقام حفل عشاء على شرف جلالة الملك في إحدى قاعات القصر حضرها كبار الرجالات والأعيان. وصل جلالته جولته في أرجاء قصر الخيرالدا الكبير متفقداً آثاره متأملاً روائعه ونقوشه. وفي ختام هذه الزيارة عزفت فرقة موسيقية السلام الملكية العربية السعودي فترددت أصداء النغم الذي يمثل مجد الإسلام الراهن في أرجاء القصر الصامت الذي شهد مجد الإسلام الغابر، فكانت في حياة ذلك القصر لحظة حدث له معناه ومغزاه. وبعد أن أنهى جلالته جولته التفقدية في أنحاء قصر الخيرالدا وأدعى مستقبليه وتوجه برعاية الله إلى الفندق. يوم الاثنين سادس أيام الزيارة الملكية لإسبانيا وآخرها. في الصباح استقبل جلالته أحد الصحفيين الإسبان وأدلى إليه بحديث صحفي ضاف تحدث فيه جلالته عن الانطباعات التي تركتها هذه الزيارة
في نفس جلالته. وفي ظهيرة اليوم نفسه توجه جلالته إلى مطار إشبيلية، حيث يستقل جلالته الطائرة في طريقه إلى الولايات المتحدة في زيارته الرسمية. تمت في مطار إشبيلية مراسم الوداع الرسمية، فعزفت الموسيقى السلام الملكي العربي السعودي والسلام الوطني الإسباني. ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف المصطف لوداع جلالته. وبهذا اختتم جلالته زيارته التاريخية التي استمرت 6 أيام. إسبانيا كان اسم الفيصل واسم المملكة العربية السعودية يترددان خلالها في كل مكان في الأحاديث الضافية التي عقدتها المحافل السياسية والصحفية في العالم أجمع حول الدور العظيم الذي يقوم به جلالة الفيصل العظيم من أجل العروبة وخير الإسلام ومن أجل خير البشرية وسلام بني الإنسانية أجمعاً.